السلام عليكم، كنبغيو التحية ديالنا لجميع الأصدقاء ديالنا وجميع الإخوان وجميع المتتبعين ديال محمد دبيب. وانتم كتعرفوا القصة ديال محمد دبيب، كنبغي التحية لجميع الإخوان والأصدقاء والجالية المغربية اللي منضمنة مع محمد دبيب والناس اللي تعاونوا معنا في المرض ديالي. كنشكركم جميعا من جملة الدراري كاملين، الكبير والصغير حتى النساء اللي تضامنوا معايا، وهادي كنشكركم جميعا. كمل الله التحية لجميع العرب والمسلمين واللي كيشاهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله كامل، كمل الله لهم التحية. وانتم كتعرفوا قصة محمد دبيب، قصة اجتماعيين بنتية. يوم عندنا واحد قصة واحد كيعيطولو في الحبس بوشكارة، وبوشكارة عنده قصة طويلة وقصة زعما ماشي مشربكة فوق مشربكة، والشبكة الخبالة كما كيقول الدعم الحراش وخربقة مزيان. وتابع معنا الا بغيتي تتفرج القصه، وجلس وبقى معنا حتى الاخر. واللي ما مشاركش معنا يعمل ابوني في اليوتيوب، واللي مشارك معنا يعمل اي بارطاجي وكومونتير مزيان. صافي هادشي اللي كنطلب، وتبع معنا من الاول. هاد السيد هذا اللي كيعيطوا له مشكره، القصه ديالو قصه حتى هو، ومدوز معنا في لاسونطرال. وهاد مشكره هذا، هاد السيد هذا يحكم ب 30 سنه. علاش؟ تبعوا معنا باش تعرفوا علاش. هاد السيد هذا عنده 30 سنة محكوم بها. المشكل ديالو كان في الزنقة، الزنقة بحالو بحال الناس، انت كتعرفوا الشباب والصور والصحة وكدا، وهادي واحد البنت كيبغيها وكتبغيه وتزوجها، تزوجها ودوز معاها ما تيسارا. المرا ما بقاتش كتولد، ما كتولدش مرة، وفهمتي، وبداو كيقولوا المشاكل هو وياها. هو انسان بياع شرايد، بياع متجول، مرة يفرش هنا مرة يجيب هنا، المهم كيجيب الخبز ديالو وكدا وعايش مزيان هو وياها. وقع الخصام على الولد، هو مباغيش زعما يطلق مراتو ولا شي حاجة بحال هيدا. واحد النهار بدا كيقول له ربي عاد يحن علينا وكدا وهادية، وتا كثرت عليه الضغوطات هو ومراتو وكدا، وكل واحد كيقول. واحد النهار هو يهز مراتو من ديك المدينه فين عائلته وفين العائله ديال المرا وكدا، قلنا المرا شي خدمه وكدا، غنمشيو ندبرو على راسنا المدينه يا اخي. هز المرا ديالو، طلاق الدار كانت عندو مكريا، هز الرحيل ديالو، مشى لواحد المدينه، مشى لواحد المدينه فتش على الكرا كرا، المهم واحد الدويريه هو وياها. قال له هنا ربي يرزقنا بشي وليد ولا شي بنيته ولا هاد. بقى كيدبر على راسو، كيخرج كيبيع ويشري وكذا، وهادي مره يفرش هنا مره يفرش هنا. وانتوما كتعرفوا اخوتي، حين كيكون شي واحد كيبغي شي وحده وما خصوش يطلق منها، وما دي وهي كذلك ومثل. واحد النهار ايام الله مع السيده، انت كتعرف السيد كيعجبو يشرب بلي بالخمر، ومراتو عزيزه عليه وباقا صغيره، وهو حتى هو باقي صغير وكذا، وهادي عنده في العمر ديالو 26 عام 27، ومن بنادم واقف. ايوا دوزو في ديك المدينه شي عام تقريبا ولا عام ونص. واحد النهار ناض عمل واحد الدوره، هو ماشي في واحد الحي، وديك الحي انت كتعرف سكنه مزيونين وكدا وهاديه، هو يبدا يشوف شي دعيه صغارين كيلعبوا. ما عرفش الشيطان كيفاش هادشي هذا كيعاودو، كيفاش عيوقع له واحد معنا حتى الاخر، باش نعرفوا القصه كيفاش عامله. شاف شي العيال كيخرجوا كيلعبوا تما في ديك الحي هذايا، كل عيا ستيتوين، هايدا ما كاينش فيها لا إلا ولا، حتى كيلعبوا مع بعضهم. هادي بانت له هنا الشيطان لبسو بإذن يخطاطف شي ولد ولا شي بنت هنايا، باش عادي يعمل هو الفكرة في الراس ديالو كيفاش يخطف بنت ولا ولد، وكيفاش تابعوا معايا كيفاش غيوقع. السيد هنايا حد الان هنايا باقي ما كاين حتى حاجه، رجع للدار عند مراتو وكدا كما كيقول هو، جلسوا هو وياه وكدا. هادي قال له ربي عاد يفتح علينا وكدا، ما هو انا قلت لكم مبلي بالخمر وبيع شرال، هو مراتو خوان المدينه ديالو وعائلتو، هجر المدينه اللي كان فيها على حسابيش ما عندوش الدراري هو ومراتو، وما كيعمل لا مشاكل لا والو. هذا هو المشكل اللي غيوقع. هي هاديك شبر
عمل بالو اذا عادي وما يدبرش يولد ولا شي بنت واخا يسرقو ما عنده ما يعني. وهذاك الشيء اللي غيوقع، هذاك الشيء اللي غيوقع هو قيس واحد البلاصه وهو ديك الديور نقيه قلنا لكم والحومه نقيه وبقى كيسمر، بقى كيسمر من هنا مره يبتاع هنا مره يمشي هنا مره هنا. واحد الساعه واحد السيده نزلت من واحد الطونوبر والكوتشي ديالها كلشي ديالها، وانتوما كتعرفوا في الطونوبر كتكون واحد الكوسان د العيال صغارين كيعملوه في اللوره. ايوا وهي بقات كتهاود مع شي ناس وكدا كيعرفوها ولا كيفاش، وهو ما عرف كيش عمل لها يا اخي. الولد عنده عامين تقريبا ولا 3 سنين هيدا كما كيقولوا في القصه، ما نعرف كيف فتح لها الباب د اللورانيه من جهه اخرى وما دات ما جابت، وهي كتهاود مع شي مراه ولا مع شي واحد هيدا ما عرف كيفاش. فرمشات عين ما كملت الماء ودا مع ديك الناس وكذا، هادي فتحت الباب على العيب باش تعملو الكوتشي عامده الشبر في الطونوبر عملت هيدا ما كتجبرش الولد. او تتعاغوتها وحده بني ما بني كذا، هادي صدمت بوبريا طاحت تما جات لابيلوز جات كذا ما عرفوش شنو وقع. ابني ما بني كذا وهاديه هزوها بوبريا الطبيب وكذا، وهادي جا الراجل ديالها جا كذا الهضره كدور كيفاش. هنا القصه تبعو معنا حتى للاخر. وقع البحث العايل من عايل كذا، هادي هادي هذاك مشى دا العايل جابوا مراتو في ديك الدويريه في ساكنين وكذا، هادي العايل باقي صغير ما كيعرف والو. اعمل له الحليب عطيه هادي عطيه هادي بدل هادي اعمل له هادي. ديك الساعه ديك المراه كتبدل له كما كيقول هو كتبدل ديك العايل اول تبديله كتسكسب له هيدا وكتغسل له من تحت كذا، وعنده واحد التوحيمه عجاكم في الدبور ديالو في الحنك ديال الدبور ديالو. القضيه بحال نقول لك برنجاله بحال شي حاجه في الحنكه ديالو بحال كدا، توحيمه خطيره وواضحه وباينه هو باقي صغير توحيمه كبيره. هنا المشكل في الحناك ديال الدبور ديالو، عنده توحيمه خطيره كبيره. جابتو قتلو جي 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 شوف هاد العائله دايما كانت كتوحم وكدا 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 وكدا، ويمكن هو دابا معروف هيدا قال باش معروف واش بنادم عادي يشوف الدبور ديال العيل صغير هذا بنا وصافي تسالت الهضره بيني وبينك والله اللي فوق منا هذا باش عادي يعيش معنا وكذا هادي. وانتينا ديك الشيء اللي وقع خلاهم ديك المرا بلاطو مشا كيدبر على راسو وكذا هادي، ضربو في ديك المدينه شي عامين ولا 3 سنين بدلو بلاصه اخرى عاو مدينه اخرى ضرب فيها شي ايامات. واحد الساعه وقع له واحد المشكل خانه في الله. شنو وقع له؟ كان كيبيع يشري باش تعرف الحاجه حين كيكون مقدر مقدره. غوت هو شي واحد على شي سلعه قال له انا خلصتك ما خلصتك، قال له باقي ما كملتيليش خلص، قال له انا عطيتك فلوس خانه بغى يزرب على هذاك، هذاك حلف به هذاك اللي كيصرخ ديك العيل حلف خانه بالله، قال له شتي انا رزقي قتلك عليه هايدا. دارت الهضره بيناتهم والناس كتسمع، قال له والله تنقتلك على رزقي شي حاجه بسيطه شي 200 ألف فرنك هايدا ولا شي حاجه ماشي على الهضره. دارت الهضره دارت قبيحه بيك انا غنقتلك، انا غنقتلك على رزقي وكون ميقا انا غنقتلك. اخر كيقول له ما خلصتينيش، واخر كيقول له خلصتك. شكون اللي دا 200 ألف؟ هو هذاك التاجر كيقول له هذاك اللي كيقول له غنقتلك هذاك كيتسمى مظلوم. 200 ألف فرنك عطاها له قال له ما عطيتيني والو. المهم وقع بيناتهم شي خلاف بحال هيدا، هذاك ما عرف كيفاش وقع. واحد النهار خانه في الله صبح مقتول، كيفاش باقي هنا ما عرفنا والو. هذاك ما جا للدار ديالو، الدار ديالو فواحد الحي تضرب خانه بعيد على الدار ديالو بزاف، جبرو هو مقتول. المخزن بقى كيبحث كيفاش كدا ما جبرش ما عرفش شنو واقع هنايا. خانه في الله اللي كنحلف فيه ما عرف حتى حاجه. دازت الهضره المخزن بقى كيبحث من هنا من هنا بحال هيدا شوف هيدا. المهم كيبحث شكون اللي قتل هاد السيد، السيد التاجر كيبيع للناس السلعه وكدا هادي، والناس كيقلبوا فيها البيع برا كيفرشوا برا وكيبيع عنده الخزين هذا اللي مات. وكيقولوا كانوا معاه الفلوس وكدا وهادية وكدا وكلاش كيقول دابا. بالحق الهضره فين دارت؟ مني بقات الهضره كدور المخزن كيبحث قال لك اودي وقع له مشكل
هو واحد السيد كيبيع يشري كيدي السلعه من عنده من هنا، وقع المشكل هو وياه، وحلف به على 2000 درهم بيناتهم 200000 فرنك. قال كيفاش كيف نواه كيف كدا بداو كينعتو كيبيع كي المهم عطاو النعت كامل. قال نهضرو لا فرش كيبيع ما عارف والو، فرش كيبيع جا حباب الله كدا وهادي والعائلة هادا في إذن هادا وديك الشهود. إيوا وها الزوال، ها الزوال كدا هادي، قالوا له انتي حلفتي بها تقتلو، قال لهم يا نحلو تاع نقتلو الحمار ما اتصلتي به داري 200000 فرنك انا خلصتو، كيقول ما خلصتوشي وهرب عليا وكلاني رزقي وحلفت يا نقتلو، وكان عندي الغلط فيه بالحق، انا ما ضربتو ما قتلتو ما والو، صبروا انت كتعرف شهدوا فيه الشهود، اذا هو اللي قتلو كدا وهادي، وجابوا شي شهود ما شافوا ما عرفوا حتى حاجه، كيقولوا شافوا في ديك الدربي كيسكن هذاك في ديك الحي هذا كيسمر على هذاك. شوف شوف الناس شهاده الزور كتعمل هي هذيك الراب الدب شهدوا فيه الناس، اذا كيكون في ديك الحي كيسمر عليه وكدا وهادي. شي واحد قال لهم انا شفتو ديك العشيه اللي كان عيموت السيد، انا شفتو مقطع فلان فلاني كيبقى يطلال وكيبقى يحداه وكذا وهادي، شهد فيه زور كيقول هو ما قاتلش، كيقول ما قاتلش. جابوا للحبس عاملين له قتل عمد وسبقة الاسرار والترصد والقتل عمد، هنا كيكون قتل عمد اذا وقع لك مع صداع وحلفتي فيه والعالم كامل كيسمع الناس كامل كيشوفو وبيناتكم فلوس، كيتسمى مسابقة الأسرار والترصد والقتل عمد، كتوصل للإعدام. خانا هايداك ناكار وكادا وهادية، عاد وصل بيه القضية 30 سنة، ما عندهمش عليها شي حاجة، كان خصو يعطيوها الإعدام، ما عندهمش عليها شي حاجة، عاد الشهود اللي شاهدين فيه وكيقول هو شاهدين فيه الزور. حدي أنا هنايا المشكلة اللي عنده في حياته هو سرق ولد الناس، ربي خلصو على حساب يما ديك الولد، وتابعوا معانا يما ديك الولد النار اللي طاحت موقفت عندها عجب بنيتات كانوا كبيرين على هاد البروش اللي تسرق له، وهاد العائله هذا ما عندهاش الذكوره هاد الذكر هذا اللي تسرق له، وعندهاش بنيتات والراجل ديالها. المهم هذاك جابوا للحاج، الحاج كيضربوا كدا وهاديه كيقول مظلوم وكذا، وعمل النقط وإبرام بإذا الاستئناف عمل النقط وكذا وهادية. دابا النقط كان كيطول، النقط كيبقى 5 سنين شي مرة 6 سنين وكذا، أنت كتعرف هذا النقط والإبرام ماشي المحكمة الأولى وكذا، كدوز جنايات كيحكموك عاود كتعمل استئناف كدوز المحكمة الثانية، مني كيحكموك هادو بجوج كتبقى لك النقط والإبرام، إعادة الحكم في الإجرام يقدر ينقصوا لك خضر هادية، كيولي داك الشيء معند الله وصافي. هذا كيضرب الحبس مع راسو كدا وهادي، انت عارف ضرب شي 3 سنين ولا كدا في وسط السجن، تعرف بالحبس تعرف وعرفوا واه ناس في الحبس وكدا وهادي، وهما خوتي باش تعرف ربي حين كيبغي يعدل، وما يجيبوا الشبكات، جابوا الشبكات ديال المخدرات ايوا تزرعوا في الحبس كدا وهادي، والناس موالي الخير انت مول الخير انت كدا. وهاد السيد هذا انت كتعرف ماشي شي واحد، واخا ديك الروح اللي قلنا وكدا هادي هو كيقول عمد لهم، تعرف مع هاد الشبكات وكدا هادي كيفرش لهم كيقضي لهم كيتسخر لهم، انسان عادي ماشي شي واحد متسلط ولا من ديك الناس اللي كتعرف، انسان في بلاصتو نطرا العادي يتسخر يطيب يعجب يعمل كلشي، باش تعرف ربي حين كيبغي يفضح القضية. واخا انا بدا كيصخصح خانو مسمي ميمون، قال له ميمون، قال له كيفاش وقع لك هاد المنتفاضة 30 سنة وكذا وهادي وهادي، قال له خليها الله لا جيت نعاود لك قصة طويلة السي عبد السلام، الشبكة مسمي عبد السلام وهذاك اللي مول 30 سنة مسمي ميمون، دابا عبد السلام شبكة محكوم مع 10 سنين، ميمون عنده 30 عام وضارب فيها شي 3 سنين باقي كيستنى النقد. المهم بقى كيتعاود معاه وكيبين له كيعاود له كذا وهادي، قال له واش عند مجوج عندك شي عيال، قال له ودي مجوج وعندي واحد الولد، قال له فين كاينين، قال له كاينين في المقطع فلان فلاني في المدينه فلان فلاني، علاش ما بقاتش جابوه نحبس اخر انت كتعرف، دابا تشوف الشبكه ماشي مدينه اخرى، شوف المدينه ديالو فاير وما جي ترونسفير من هاد المدينه، وتما غيتلاقى هو والشاجين اللي معني بالامر وتبعوا معايا،
اللي ماشي مبيع على روح كيقول ما عامل فيه والو. بعد ديك الشبكه بحال هيدا بدا كيتعاود معاه، قال له انتينا عندك عيال؟ قال له انا عندي جوج بنيتات تبارك الله كبروا دابا واديه داو كيكبروا، وعندي واحد الوليد وقع فيه واحد الديفو، راه المراه كانت في الطونوبر وكذا وهادي، وكان عندها في اللوري ديال الطونوبر، ودابا شحال من سنه هادي تقريبا، هادي واحد 5 سنين ولا 6 سنين، وقع واحد الديفو تسرق لها العايل، ما عرفت كيفاش وقع له. المراه عندي مطيحه من النهار اللي مشى لهاديك الولد، وهي المراه بحال ما كتعرفش راسها وما كتعقلش على راسها، هاد راجل جبناه وكذا وطاح بصحتها بحال تشلت، ما بقاتش حاملة الدنيا ولا هادي ولا هادي. خلف الله من يسمع هيداك بإذا المرا مشى للعايل في الطونوبر وكذا وهادي، وعبد السلام كيعمل معاه مزيان وهو محكوم ب30، شنو عاد يقول له؟ بقى معاه عايش هدا وهو كيتسخر له وهو كيقضي له وكذا. وقال له عمي عبد السلام ويلا دابا بان ابنك شنو دار لك؟ عجب الله كيضحك معاه، قال له لا بان لي بني انا، قال له مي مولي لا بان بني انا، نعاهدك ان شاء الله نتعاون معاك في هذا المشكل هذا كامل. كيفاش عيبان وادي راه تقريبا 6 سنين، قال له قبل ما ندخل للحبس والعايل ضايع دابا هذا الوقت هذا تقريبا 6 سنين وكذا وهادي. قال له انا كنعرف واحد بنادم، كنعرف واحد بنادم، وهاد بنادم هذا في يدو الشغل ويقدر كتعرف يبحث معاك ويتش معاك، ويقدر الا كان ديك العايل باقي حي يحضرو. قال له ديك عمي عبد السلام، قال له نشوف ميمون هاد الهضره هادي، وانا لا كنت كانت هاد الهضره صحيحه، انا نوقف معاك في هاد النقط ونعمل لك محامي، ودابا نعمل معاك شي حاجه ما تظنشي، وتعيش مزيان وخرج برا وتعيش انت ومراتك وابنك بخير. وقال له انتينا ابنك باش عاد عرفو دابا 6 سنين هادي؟ قال له انا ابني عنده واحد التوحيمه في النص ديالو في الحنكه ديال كدا، يما كان كتوحم على شي حاجه وحكت تما، والتوحيمه كبيره وواضحه، ونهار اللي خلق وحنا كنعرفوها هاد العيل اللي تسرق لي. دابا ميمون هنايا بقى بين قوسين، واش يقدر يقول عمي عبد السلام بإذن انا عارف العيل فين كاين او فين كدا؟ هنا خصكم تتبعوا معاه، واش نقولها له ما نقولهالوش؟ هنا القضيه فين بقات؟ هنا القضيه بقات هنا، ان واش نقول ما نقولش؟ وانا المراه خليتها بوحدها ساكنه وهاد. قال له دعاهدني عمي عبد السلام، قال له نعاهدك، قال له بغيتك تشري واحد الدويره للمراه ديالي وانا ابنك انا غنحضرو لك. قال له كون هاني يا ميمون، قال له والله تنحضر لك ابنك، وانتينا عاهدتيني بإذا عاد وقف معايا وكذا وكذا، وانا غنعاود لك القصه كيفاش واقع. داكشي اللي كان عمي عبد السلام فيه هكا توصح السيد ملايري، نسمع ابنه عيرجع والمراه ديالو مطيحه، قال له كون هاني، صرد الناس ديالو وكذا وهادي، مشاو للدار تخانوا في الله، العايل جبرو عنده شي 7 سنين وشي حاجه ما كيعرفوهاش، شراو الدار من السيده وكيتعاونوا معاها وكذا وهادي. المراه ديالو بدات كتجي عنده، ولا عندها البركه كتجي عند ميمون، قالت له شي ناس جاو عندي شراو لي الدار، عملوا لي عسميتي وكيفاش وكذا وكذا، كيعطيونا الفلوس كيعطيونا كذا. قال له هذيك العائله د عمي عبد السلام اللي معايا داخل، وقال لك كتعرفها فلانه؟ قالت له شنو؟ ديك العايل اللي كنا جبنا شحال هادي اللي كنت جبت، وباباه معايا في البيت بلاصه فين كنعاس وفين هادي وين هادي، ويماه مسكينه راه من النهار اللي مشى لهاديك العايل وهي مطيحه، اخرى ولفت عليها كتقول بني، ويماه هاد اخرى مطيحه هي هاديك. هضر معاه وقال لك كون صباره وكذا، راه شراو لنا الدار وباقي يتعاونوا معانا، وغنخرج انا من الحبس وكذا وهادي، ديك الشيء اللي كاين. مشات المراه وحليله قصارين قصارين، وعمي عبد السلام قال له شو انا عملت لك جوج المحامين، وهضرت مع شي ناس ديالنا وكذا وهادي في النقط والابرام، عيطوا لك الملف ديالك وعيبحثوا فيه مزيان، وان شاء الله بحول الله تقدر تخرج بحالك، او يطيحوا لك النص الكبير الا بقات محاوله الشك وكذا، يطيح لك النص الكبير. قال له عمي عبد السلام، وبدا كيبكي ديك ميمون، بدا كيبكي وغسلوا رجلو وكذا وهادي. قال له اش عندك يا ميمون؟ قال له الخير مزيان خير الله، حنايا هاني يا ميمون، هذاك الشيء اللي كتعمل معانا وكذا وهادي وكتخدمني وهادي، علاش عمي عبد السلام عنده السيلون بوحده، هو اللي كيطيب له، هو اللي كيعدل له، هو اللي كيفرش له، هو اللي كيعدل الحوايج، هو اللي كذا، هو اللي كيقابله. قال له عمي عبد السلام ابنك كاين، انا نجي نعاود لك الحقيقه عمي عبد السلام، يمكن الذنوب ديك ابنك وذ المراه ديالك هما اللي خرجوا فيا، انا ما قاتلش الروح.
قال له كيفاش ميمون؟ قال له بالحق غنعاود لك هاد السر هذا عمي عبد السلام، ومقودي ما مزيانين، وانا نتينا راجل طيب، وكليت وشربت معاك وعملتي معانا اللي ما يتصورتي، وباقي عامل معانا ابنك في امان الله وحفظه، وبشر المرا ديالك اذا بنا عاد يوصلها وعاد عيش معاه وكذا وهذه. قال له ميمون انا نعمل معاك شي حاجه، كنت الاول كنقول عنو نقب معاك النقط والابره نقب معاك حتى الاخر، دابا واخا نخرج حاليا وانت باقي بالحبس انت خايل الاخر يحسبك بحال خايل، واخا خدمت الغلط وكذا. قال له انا اللي صرف ديك العين. قال له ميمون، قال له انا اللي صرف ديك العين، المرا كانت كتبكي عليا ودابا وسعى محيحيني انا خوت المدينه ديالي على حساب ديك العين، وخويت المدينه وكذا، وقع اللي وقع وانا اللي ديت لها العايل، ودابا اللي عطى الله هو هذا وانت كضرب صدق ميمون عايش بربنو فعلا. ومني عادي يعطيوها يما المراه عاد شافها وبنا عاد فرح عنده 7 سنين شي حاجه، وهذاك ميمون عاد بقى ناقص وعاد سهل عليه الله، عاد يطيحوا له 20 سنه عاد بقى له 10 سنين شكون وقف معاه؟ عمي عبد السلام، وكان ضارب فيها تقريبا 6 سنين، وبداو كيجيبوا له بالسماحه اذا عاد يخرج بحاله. الخير ديما كيغلب على الشر، والخير كيولي الموالح. ها الاسباب تو عمي عبد السلام فين تلاقى مع السيده، خرج ب 10 سنين واخر ب 30، ولا تكرهوا شيئا وخير لكم، ربي لاقاهم باش قضيه هي هذيك. واسمح له عمي عبد السلام هو اللي سرق العائل من راسه، بحال ما سرقوا مع ذاك ما ديكلارا به ما والو، ولا اله الا الله محمد رسول الله، وكل شيء ولا الاصل ديالو العائل داتو يماه، واخرى ولات مع الراجل ديالها كتجي عنده الحبس ما قالوا والو، قريب يخرج بحالو. وعمي عبد السلام مع خراج بحالو عند بنو، ولا اله الا الله محمد رسول الله، ولا ميمون وعمي عبد السلام بحال خوت، واخا هو سرق له بنو. حياتي هاديه ودوز حيد راكم قيد محمد الطبيب، هذه قصه حقيقيه بامتياز في الحبس ديال لا سونترال قنيطره. دوز حيد راكم قيد، بارطاجي معنا الفيديو.